انه كيف اسوق لمنتجي عبر الانترنت بطريقه بسيطه واوصل اوصل للهدف او اوصل للفكره للمتلقي. صحيح، هي أبسط طريقة ويعني أقل تكلفة هي السوشيال ميديا في الوضع الحالي. لما تعملي سوشيال ميديا زي انستجرام زي تويتر بتوصل لشريحة كبيرة، حتى الإعلانات اللي هي المروجة أسعارها مش بالكثير، يعني تقدري تعملي صفحات على السوشيال ميديا، يعني تعملي لها انتشار أو ترويج كبير يجي لك عدد متابعين كتير، وبناء عليه تقدري تستهدفي عدد كبير في وقت قليل. احنا كلنا نعرف ان الاسعار للاعلانات الترويجيه اعتقد بسيطه، بيقول لك مثلا 15 20 ريال على سبيل المثال نستهدف لك 1000 او 2000 عميل، فانا بستهدف 100,000 عميل او بستهدف مليون عميل بيبقى تقريبا مبلغ رمزي، وتعرفي توصلي لاي شيء وتروجي للمنتج بتاعك. وطبعا المنتج بتاعك من خلال التسويق المرئي بيجذب، لما اشوف انا طبعا داخل على صفحتي عادي بيجي لي اعلان مدفوع باجباري اللي انا بشوفه وبالتفت ليه، لو المنتج ده انا محتاجه او سعره مثلا بيلفت نظري او شكل المنتج او الخدمه او السلعه دي جديده ملفته للنظر اكيد بروح اشوف. واحنا في التسويق زي ما بقول لو دخل 1000 عميل او 100 عميل وكتبنا بس منهم 10% ان هم حاولوا يشتروا المنتج او يتواصلوا معايا او يروجوه لاصدقاء، فده مكسب كبير بصراحه. يعني